في كأس آسيا الأخيرة، المحاولة تصل داخل المنطقة أمام أنظار حكم المواجهة في اللقطة الماضية، وضربة جزاء، ضربة جزاء يشيرها حكم اللقاء في أحداث هذه المواجهة للمنتخب العراقي لعلي جاسم. علي جاسم وضربة جزاء لأسود الرافدين في أحداث هذه المواجهة وفي هذه الأثناء عند الدقيقة 13. عزيزي متابع قناة التغيير، المنتخب العراقي شوف بتمريرة يضرب فيها الدفاعات والتدخل تعثر باولو، تعثر اللاعب الفلبيني قليل الخبرة في اللقطة الماضية، وبعد ذلك السقوط يأتي في هذه الحالة وضربة جزاء وقرار سريع من حكم هذه المواجهة، والمنتخب العراقي على أعتاب تسجيل أولى الأهداف عن طريق الهداف، عن طريق أيمن حسين الذي لا يتوقف عن كتابة الأرقام. أيمن حسين على أعتاب أن يسجل الهدف الأول لأسود الرافدين. أيمن حسين يقف من أجل العودة، من أجل أن يدشن العودة بهدف للمنتخب العراقي. أيمن حسين يتأنى التركيز، يتقدم أيمن حسين، حطها، جول. أيمن حسين لا يتوقف عن كتابة الأرقام، أيمن حسين يسجل الهدف الأول في أمسية اليوم، عاد عودا حميدا. أيمن حسين هو المدفع الذي لا تنتهي ذخيرته على الإطلاق. الله يا أيمن حسين، بالحس، بالخبرة، بالإصرار، بالعزيمة، يتقدم وضعها بكل ثقة على يسار حارس المرمى نيل. 1-0 للمنتخب العراقي، يبدأ مبكرا العراق، يزأر أولا العراق، يتقدم أولا أسود الرافدين في أحداث هذه المواجهة. 1-0 عن طريق أيمن حسين، لا يتأخر عن التسجيل. أيمن في الربع ساعة الأول يسجل، اللاعب اللي له قيمة وقامة في أحداث هذه المواجهة، اللاعب اللي له قيمة وقامة مع المنتخب العراقي، الحالة الكبيرة اللي كان قدمها في كأس الأمم الآسيوية، لا ننسى ذلك الحدث الكبير اللي كان قدمه اللاعب أيمن حسين في نهائيات كأس الأمم الآسيوية. هو لاعب يحب الضغوطات ويعشق التحديات. أيمن حسين كرة أمامية عراقية تصل إلى الأمام، الآن العراق يبدأ يتجلى في أرضية العراق بعد أن سجل الهدف. الآن خذ متعة، خذ إبداع، خذ المتعة وخذ الإبداع وخذ الفن وخذ المهارة.